أعزائي التلاميذ، مرحبا. كما تعلمون يصل شعاع الكرة الأرضية إلى عمق 6400 كيلومتر، إذن فهو عمق مهم جدا. التساؤل المطروح وهو: كيف تمكن الجيولوجيون من التعرف على البنية الداخلية للكرة الأرضية، علما أن التقنيات المستعملة كالحفر لا تتجاوز أو لا تتعدى عمق 15 كيلومتر بسبب ارتفاع الضغط والحرارة. إذن تم التعرف على البنية الداخلية للكرة الأرضية بطريقة غير مباشرة، أي بالاستعانة بدراسة الموجات الزلزالية. خلال الشريط سوف نتعرف على أنواع الموجات الزلزالية، كيفية تسجيل الموجات الزلزالية، نمط انتشارها وكذلك انتقالها، وأخيرا تأثيرها على سطح الأرض. لنتابع. يسبب الزلزال حدوث اهتزازات في باطن الأرض. تنتقل هذه الاهتزازات عبر الصخور المختلفة على شكل موجات تعرف بالموجات الزلزالية، وهي ثلاثة أنواع. يتم تسجيل هذه الموجات بواسطة جهاز مسجل الهزات الزلزالية، أي السيسموغراف. يقوم هذا الجهاز بالتقاط الموجات ب أولا، أي الموجات الأولية كما تلاحظون. ثانيا يقوم بالتقاط الموجات S أو الموجات الثانوية. وأخيرا يقوم بالتقاط الموجات السطحية، الموجات L. بعدما تعرفنا على كيفية تسجيل الموجات الزلزالية باستعمال جهاز مسجل الهزات الزلزالية أي السيسموغراف، سوف نمر إلى دراسة نمط انتشار وتنقل الموجات وكذلك تأثيرها على سطح الأرض. لنتابع. الموجات B. تتميز هذه الموجات بكونها تنتشر في جميع الأوساط، وكذلك تعرف بسرعتها، وتسمى كذلك هذه الموجات بالموجات التضاغطية، لأن نمط انتشارها أي تنقلها هو نمط انضغاطي تمددي. فثارة نجد مناطق منضغطة، وثارة أخرى نلاحظ وجود مناطق تمددية كما تلاحظون معي. هناك انضغاط في هذه المنطقة، وفي هذه المنطقة نلاحظ تمدد، بحيث تهتز جزيئات مادة الوسط في نفس اتجاه انتشار هذه الموجات. كما نلاحظ انتشار المادة أو تنقل المادة يكون في نفس اتجاه انتشار الموجة. لاحظوا، يكون تأثيرها نسبيا ضعيفا على سطح الأرض، لذلك تعتبر من الموجات الباطنية. فيما يخص الموجات الزلزالية S، تعرف كذلك باسم الموجات الثانوية، تتميز بقوة أكبر من الموجات الزلزالية B. لها نمط انتشار تموجي كما تلاحظون، تنتشر هذه الموجة على شكل موجات. فيما يخص انتقال جزيئات مادة الوسط، فهذه الأخيرة تهتز بشكل متعامد مع اتجاه انتشار الموجة. كما تلاحظون جزيئات مادة الوسط تنتقل بشكل متعامد مع اتجاه انتشار الموجة. تأثيرها على سطح الأرض يكون نسبيا ضعيفا. بينما الموجات L أو الموجات السطحية سميت كذلك لأنها تنتشر في الطبقات السطحية للكرة الأرضية، لها نمط انتشار متميز
وهو نمط انتشار تموجي أفقي. كما تلاحظون معي، تحدث هذه الموجة تنقل لجزيئات مادة الوسط في مستوى أفقي متعامد مع اتجاه انتشارها. هذه الموجات تحدث دمارا كبيرا على سطح الأرض، لذلك سميت في الأصل بالموجات السطحية. بعدما تعرفنا على أنواع الموجات الزلزالية وخصائص كل واحدة على حدة، سوف نعتمد على هذه المعلومات لنتعرف على مختلف الطبقات المكونة للكرة الأرضية. تابعوني في الشريط المقبل بإذن الله. إلى اللقاء.